يعني ببداية الأمر، وبغض النظر عن النسبة المئوية سواء كانت هي متزايدة أو متصاعدة، هنالك مفهوم ينبغي الذهاب إليه، وهو موضوع خرق السيادة العراقية. هذا الموضوع تحدثنا عنه في كثير من الأزمان، وذهبنا إلى طرح بعض الحلول للمشاكل والمعوقات التي والجهود التي تريد الذهاب إليها الحكومة العراقية لتسوية هذا الملف بشكل مباشر أو غير مباشر مع تركيا أو إيران. الموضوع هو سواء كانت النسبة المئوية هي 150% أو أقل، لا يعني بأن هنالك خطر سيتزايد في الأيام المقبلة. هنالك استراتيجية تتبعها تركيا، وهي استراتيجية الدفاع عن الحدود الإقليمية لأراضيها من خارج الأراضي التركية، وهذا طبعا يؤدي بنهاية المطاف إلى زعزعة في العلاقات ما بين العراق ودول الجوار. ولكن يبقى ملف حزب العمال الكردستاني البيكيكي وبعض الجماعات الكردية المسلحة المعارضة، هي من ينبغي حسم ملفها سواء كان عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق إيجاد أو خلق أو إنشاء مجلس تنسيقي لدول الجوار من أجل حسم هذا الملف بشكل مباشر أو غير مباشر. طيب أستاذ عمر، يعني القصف التركي يتسبب بسقوط عشرات المدنيين دون أي خطوات جدية لمواجهة أفعال القصف التركي في الداخل العراقي، لماذا برأيكم؟ عفوا لم أسمع السؤال. يعني أستاذ عمر، يعني القصف التركي يتسبب بخسائر بشرية وأيضا من دون اتخاذ أي خطوات جدية لمواجهة أفعال القصف التركي في الداخل العراقي، لماذا برأيكم؟ يعني هو بلا شك المدنيين هم في كل مرحلة وفي كل عمل عسكري سوف يكون هم الطبقة التي سوف تتأثر بشكل كبير، ويكون هنالك سقوط لضحايا مدنيين ليس لهم أي ذنب ولا إلا أنهم كانت الصدفة قد لعبت دور في وجودهم في تلك الأماكن. ولكن أنا أعتقد أنه اليوم توجد هنالك أوراق ضغط جديدة ينبغي التوجه إليها من قبل الحكومة العراقية، وهي الحكومة العراقية باعتقادي في هذه الفترة هي جادة لحسم هذا الملف، ولكن ينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي وأن تكون هنالك نوايا حقيقية وصادقة ما بين صناع القرار في المطبخ السياسي وما بين تركيا وإيران والمجتمع الدولي لحسم مثل هذا الملف. موضوع الاعتداءات المستمرة على العمق العراقي هو أمر مرفوض بالمطلق، ويعد انتهاك لحقوق الإنسان، وأنا أعتقد بأنه بات من الملزم أن يذهب العراق إلى النقاشات والاجتماعات الفورية مع أنقرة من أجل حسم هذا الملف، أو من أجل أن تكون هنالك استراتيجية جديدة لتواجد حزب البيكيكي في جبال قنديل وبقية المناطق الأخرى في شمال العراق. طيب أستاذ عمر، يعني تنامي معدل استخدام المسيرات التركية ألا يكشف الثغرات الكبيرة في سلاح الدفاع الجوي العراقي، لذلك تستغل تركيا هذه الخطوة؟ يعني من يطلع على موضوع سلاح الجو العراقي أعتقد بأنه أعتقد ينبغي أن يكون هنالك تنسيق مشترك. واليوم للأسف الشديد أقول بأن تركيا قد أخذت موضوع التوغل في العمق العراقي وقصف بعض الأراضي الموجودة في العراق من الدستور، من إحدى فقرات الدستور التي تقول بأنه عدم أو منع أن يكون العراق كمنطلقا للاعتداء على أي دول الجوار بأي انطلاق عسكري. هذا يلزم العراق الحجة لأن لا يكون له أي دور في الرد على هذا العدوان. إذن نحن أمامنا شقين، الشق الأول هو شق دستوري الذي ينبغي توضيح هذه النقطة بالتحديد، وشق سياسي الذي يفضي بأن تكون هنالك حوارات و اتفاقيات ومذكرات تفاهم واجتماعات دورية من أجل أن تكون هنالك نوايا حقيقية لحسم هذا الملف بالتحديد في المرحلة المقبلة. أعتقد بأننا اليوم بأمس الحاجة لتمكين السيادة العراقية، وأنا أعتقد أيضا بأنه لا يمكن أن يفعل هذا الملف إذا لم تكن هنالك نوايا حقيقية من قبل جميع دول الجوار لمساعدة العراق بهذا الشأن. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي عمر الناصر، كنت معنا من بغداد، شكرا على هذه المداخلة.